مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. ازيكوا؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا دايما بخير، كل سنة وانتوا طيبين والسنة جديدة سعيدة عليكم. وبما ان دي اخر حلقة في 2022 وراس السنة بعد بكرة، انا قررت احتفل معاكم النهاردة وعامله لكم حلقة كلها بهجة ومناسبة لاجواء راس السنة. فتعالوا بقى نقرأ فنجاننا ونشوف يا ترى يا هل ترى ايه مخبلنا. مخبي ايوه، شارع محمد علي، واللي عمله محمد علي باشا عشان يكون ده الشارع اللي واصل بين القلعة والقاهرة عشان يمشي فيه ويقدر منه يباشر احوال الناس. وكان مكان الشارع ده في الاصل مقابر، ولكنه نقلها من مكانها ده لمكان تاني عشان يقدر يخطط الشارع الجديد. وفي سنة 1846 جاب الخديوي اسماعيل المهندس هوسمان اللي عمل شارع ريفولي في باريس، وطلب منه انه يجدد له الشارع، وفعلا عمله له وعمل فيه بواكي قدام كل مبنى زي اللي موجودة في شارع ريفولي بالظبط. ودي كانت ظاهرة جديدة في مصر كلها. طب ازاي اتحول الشارع ده لشارع الفن؟ بصوا بقى، في سنة 1860 قرر محمد علي حسب الله باشا الاول، عازف الكلارينيت الملكي، أشهر عازف ساعتها، إنه يسكن شارع محمد علي. مش بس كده، وقرر إنه يعمل فرقة خاصة بيه. أيوة هي فرقة حسب الله. وكان ده قمة التطور والازدهار ساعتها. الفرقة دي كانت كل أدواتها من النحاس، والزي بتاعها كان فخم قوي، يعني حاجة كده ما كانتش موجودة قبل كده. وحسب الله ده بالذات كان لبسه كله نياشين وذهب، زي لبس عبد السلام النابلسي بالظبط في فيلم شارع الحب. وزي ما قال كده في الفيلم حسب الله السادس عشر، هما كانوا كده بيسموا بعض بالارقام، واحد بيسلم واحد. ومن هنا اتصبغ الشارع ده بصبغه فنيه، وبقى كل فنان عايز اسمه يشوف النور ويشتهر يروح لشارع محمد علي، شارع الفن. ومن أشهر الفنانين اللي سكنوا في شارع محمد علي واشتهروا منه عيلة عاكف، اللي طلعت منهم نعيمة عاكف، وعيلة الطوخي، وسميحة توفيق، ومحمد الحلو، وفنانين كتير جدا طلعوا من الشارع ده في بداية حياتهم. كل الفنانين لحد وقت قريب كانوا بيحبوا شارع محمد علي، وكان هو بالنسبة لهم خطوة البداية والاكتشاف، وهو المكان اللي احتضنهم، واللي ما كانش يقدر يسكن فيه كان على الأقل كل يوم لازم يروح يسهر فيه، ويسهر في قهوة من قهاوي شارع محمد علي. كمان شارع محمد علي اتعمل عنه بدل الفيلم اتنين، أولهم فيلم شارع محمد علي واللي كانت بتقوم ببطولته الراقصة حورية محمد، في فيلم كمان وده الأشهر، فيلم شارع الحب، اللي اتقال فيه أشهر جملة في السينما المصرية، انت اللي هتغني يا منعم، لعبد الحليم حافظ، وصباح وفساتينها الجميل، وعبد السلام النابلسي وخفة دمه، ومخرج الفيلم عز الدين ذو الفقار اللي حط إهداء أول الفيلم لشارع محمد علي لأنه شارع الحب، ولأن هو الشارع اللي طلع كتير جدا من الفنانين. والفيلم ده من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها لحد دلوقتي، واللي اتعملت فيه أحلى أغاني لصباح وعبد الحليم. وتعادت التجربة للمرة الثالثة على المسرح مع شريهان وفريد شوقي وهشام سليم في مسرحية شارع محمد علي، اللي أكيد كتير مننا شافها وبيحبها وبيستناها في أوقات مختلفة. شارع محمد علي دلوقتي اتقسم لثلاث أجزاء،
ربع لبيع الموبيليا وأساس المنزل، وربع من الشارع اسمه شارع الزنكوغروف اللي بيتباع فيه اختام ويفط، واخر جزء اقلهم بيحاول وبيعافر يحتفظ بتاريخه وبيتباع فيه ادوات موسيقية، قال يعني حاجة من ريح تاريخه، محاولة في الاحتفاظ بالهوية. والاكيد ان تاريخ الشارع محفور في الذاكرة عشان هو فعلا شارع الفن. كل سنة وانتوا طيبين وسنة جديدة سعيدة عليكم يا رب. يلا بقى اسيبكم تحتفلوا في سهرة راس السنة. هتلاقوا المصادر ولينك الفلوج والفيسبوك والانستجرام والتيك توك تحت الحلقة، واللي بيشوفنا يعمل لايك وشير للحلقة، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل سبسكرايب للقناة عشان يتابع كل جديد. استنونا الأعداد اللي جاية، وإلى اللقاء في فنجان جديد من اتفضل قهوة مع نورهان نبيل.